أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إن من بني جلدتنا ومن يتكلم بألسنتنا من يرى التقارب بين الأديان، فهل يكون هذا كافر بعينه؟ وما هو الواجب تجاه أمثاله؟ إذا كان جاهلا فلا بد أن يتعلم، أما إذا كان متعمدا ويعلم أن دين النصارى التثليث ودين اليهود الكفر والإلحاد فلا يجوز له أن يعدله بالإسلام. ثم لو فرضنا أن دين اليهود ودين النصارى باقي على ما هو عليه ولم يغير ولم يبدل، فقد نسخ بالقرآن، نسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبق دين إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.